انتشرت الأظافر الاصطناعية مؤخراً وأصبحت من المظاهر الجمالية للمرأة، ومع التطور في عالم الجمال أيضاً أصبح هناك الكثير من الخيارات التي قد تجعل السيدة في حيرة من أمرها بشأن الخيار الأكثر ملائمة والأقل ضرراً. المزيد في التقرير التالي. يعد جمال المرأة ومظهرها العام مرآة تعكس مدى اهتمامها بنفسها وبإطلالتها، ومن الأمور التي تهتم بها السيدة هي تركيب الأظافر الاصطناعية، حيث تسعى الكثير من النساء إلى تركيب الأظافر الاصطناعية لأسباب مختلفة، منها عدم الرغبة في تطويل الأظافر أو حضور مناسبة في وقت قريب أو لشكلها المميز والمختلف عن الأظافر الطبيعية وغيرها من الأسباب. لكن عموماً تحتاج مثل هذه الأظافر إلى اتباع طرق خاصة ومعينة لتركيبها وللعناية بها. باتت الأظافر الاصطناعية شائعة اليوم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وظاهرة تكتسح عالم الجمال والموضة تتمثل في النقش على الأظافر بلمسة إبداعية أقرب للتصورات الخيالية، وبأشكال وأحجام وتصاميم متنوعة، وبمتانة عالية نسبياً. الأظافر الاصطناعية هي امتداد للأظافر الطبيعية وليست بديلاً لها، فيمكن استخدام مادة الأكريليك أو الجل الصلب أو مزيج من الأثنين معاً لصناعة الأظافر الاصطناعية بمتانة عالية، لكن دون ارتكاب أي خطأ قد يؤدي إلى ضرر وتلف للظفر الطبيعي. فهل الأظافر الاصطناعية يمكنها أن تضر الأظافر الطبيعية؟ وما هي طرق العناية والاهتمام بصحة الأظافر؟ وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي في الاستوديو دكتورة ألما نبهاني أخصائية الأمراض الجلدية، وهنادي شوارب أخصائية تجميل الأظافر. يا هلا ويا مرحبا بكم ويانا. أهلا فيك. بنبدأ الحديث أول شيء نعرف ضيوفنا أو مشاهدينا عن ماهية الأظافر الاصطناعية أو الإكستنشن. فنبدأ ويا أخصائية تجميل الأظافر. يا هلا ويا مرحبا بك، نعيد الترحيب بك. خبرينا عن أنواع الأظافر الاصطناعية. هلا شوفي، بالنسبة لأنواع الأظافر الاصطناعية قديما كان يختلف عن حديثا. هلا كنا قبل اللي هو البلاستيك مع الجلو نمشي حالنا ينكسر ينزل عادي، بعديها شوي تطور صار في أكريليك. الأكريليك اللي هو المادة اللي بتنحط على الأظافر، وبعديها رجعنا تطورنا كمان شوي وحطينا الجل. انواع الجل كثير، في انواع للجل. فهلا وصلنا لمرحله اللي هي يعني كل شيء له ضرر، كان ان كان الجلو على الاظافر له ضرر، بعديها الاكريليك المادة الباودر لها ضرر، الجل بيكون هارد جل كثير صعب على الاظافر. هلا وصلنا مرحله شيء يكون كثير شيء خفيف بس مش بلاستيك، ولا هو اكريليك يكون سميك على الأظافر اللي هو الجلكس. إشي جديد اسمه جلكس. جل إكس. جل إكس. هلا الجل إكس هو عبارة عن بدل ما نقعد ساعتين وثلاث ساعات وإحنا نعمل بالأظافر، هلا صارت 45 دقيقة بنكون مخلصين، وبيعطينا الناتشرال للأظافر، ما بيعطينا السماكة، ما بتعطينا الإشي اللي نحس حال الإطفر الثقيل على إيدينا ولا شيء، ولا حتى على الأظافر، فيكون الضرر أخف ممكن. أيوة هو أخف ضرراً. زين، دوم أقرأ وحتى الخبراء الأظافر يقولون الواحد يصير الجل، وأظن الحين الجل إكس أفضل عن الأكريليك، أقل ضرراً. أقل ضرراً. هل بالفعل إنه أقل؟ بكتير. ولكن له أضرار. أكيد له أضرار. شو من أضراره؟ الأضرار إذا انشال بطريقة غلط. يعني مثلا بنت بالبيت قررت تشيل أظافرها، بلشت تشيلهم بأسنانها مثلا، يعني بتشيل طبقة أو طبقتين من طبقات الأظافر، وهذا كتير غلط. زي ما إحنا منحطهم بطريقة بروفيشنال لازم نشيلهم برضو بطريقة بروفيشنال. ما بصير إنه نشيلهم بطريقة بالبيت أو لا، أنا لا أنصح أبدا. نعم، إذا دائما نتجه إلى خبيرة تجميل الأظافر، لأنه برضو إحنا بنحكي تجميل، يعني لا يقل عن تجميل الشعر ولا تجميل البشرة ولا شيء، يعني نفس المستوى.
يعني نعم. كثير بنات بيجوا بحسسون انه الموضوع كثير يعني مش بسيط او لا يحتاج عادي. الى خبير وما الى ذلك. لا بالعكس لازم، لانه احنا اذا ضلينا نعمل هاي الحركه او انه نشيل بطريقه غلط او نتعامل معاهم بطريقه غلط، رح نوصل انه احنا عم نخرب الاظافر. أكيد. الأظافر رح يهلك ورح يصير فيهم إشياء كتير، تكسر و كتير إشياء ما إلى ذلك. دكتورة ألمة، أنت بكونك يعني دكتورة أكيد يمكن تطرقتي إلى حالات معينة، نشوف الكثيرين اللي يستخدمون الأظافر الاصطناعية بشكل دائم يكون في مخاطر أو أعراض جانبية، هل من أهل المؤقت والدائم؟ الحين أكيد في المؤقت، ولكن هل أيضا هنالك الدائم وشو من هذه الأعراض؟ هي الشائع انه استخدام التركيبات الاظافر اذا كانت لفتره طويله بتخلي الظفر يتعب. هلا كثير ناس ما بتعرف تركيبه الاظافر، نحن نحكي شوي عن الموضوع الطبي للاظفر، انه الاظفر هو جلد ميت نحن بالنسبه لنا، هو بيتكون من بروتين اسمه كيراتين، فهذا الكيراتين هو كنسيج نحن بجسمنا نسيج ميت، فهو بيعاني من تكسر من تقصف من جفاف، نحن واجبنا انه دائما نرطبه، يكون الجلد في نقطة كتير مهمة، نحن بيجونا بهاي الأمراض إنه بيكون مثلاً في صار التهاب أو حوالين الظفر مع احمرار مع تورم مع نز، هي بيكون إنه يا أما يعني الطريقة خاطئة بالتنظيف حوالين الظفر، إنه بيشيلوا الجليد اللي هي اسمها كوتيكل، هي هذا جزء كتير مهم من تشريح الأظافر لأنه هو اللي بيحمي للظفر الداخلي من البكتيريا. من البكتيريا من الفطريات، فهذا يعني دور الخبراء التجميل انه ما يقربوا على هذا النوع من الجلد، يعني ما بيشيلوه بينظفوه. شائع انه لا الناس بيفكروا هذا جلد ميت وانه لازم يتنظف، هو هذا الغلط اللي بيصير. هلا تركيبه الاظافر طول ما هي مثل ما ذكرت حضرتها هنادي انه عم تكون على مستوى طبقه سطحيه، ما عم بيكون في برد كثير للظفر، ما عم بيكون في تخريش لسرير الظفر، ما بيكون في ضرر كثير طبيا، واذا ما ضل فتره طويله نحن بالنسبه لنا احسن، لانه اللي ممكن يصير انه المراه ممكن تغسل المي يدخل داخل هاي التركيبات الاظافر، فممكن تنصاب باصابات فطريه او باصابات جرثوميه هي ما تقدر تشوفها لانه في تركيبه من الاكستنشن من الاظافر مغطيه المرض الجلدي، فاذا استمر فتره طويله رح يكون في مشكله مضاعفه اكثر. كمان ممكن انه مثل ما ذكرت حضرتك طريقه، هي اهم شيء مو يعني المواد اللي عم تستخدم هلا حاليا مواد كيميائيه امنه شوي للاظافر، كانت كمان حتى الحوامل ممنوع تستخدم هاي المواد الكيميائيه مثل الميثيل الدهايد وهي الامور، فكانت يعني ممنوعه. هلا لما صارت انه شوي اخف هي كمواد كيميائيه، حتى المواد اللي فيها اسيتون اخف صارت على الاظافر. المهم اهم شيء طريقه نزع الاظافر مثل ما ذكرت حضرتها، هي اهم نقطه نحن بالنسبه لنا مشان ما يتخرب شيء من الظفر نفسه، يعني نحن ممكن نشيل تركيبه الاظافر بس نشيل جزء من الظفر نفسه، فهذا الشيء بيعمل لي مثل مايكرو فراغات كثير صغيره مجهريه بجوز نحن ما نشوفها، يتجمع فيها مي ورطوبه، تصير في مشاكل بقى الانتانات والمشاكل الثانيه. بالفعل يوم يكون مثل ما نشوف ان الظفر الاصطناعي يكون في مساحه تفصله بينه وبين الظفر الطبيعي اذا ما نحط بالطريقه الصحيحه، وبالتالي مثل ما قلنا مكان يعني رائع ومميز للبكتيريا والفطريات وما الى ذلك، فلازم ننتبه على هذا الموضوع. برجع الى هنادي. هنادي، هنالك موضوع اللي هو قالت لنا عنه دكتوره ألمة اللي هو نزع الطبقة الجلد الزائدة أو الكيوتيكلز. أنا ضد دوم تكون موجودة، يعني وين ما تسيرين عند مكان يسوون أظافر يشيلون هذه الطبقة. أنا بالنسبة لي لا ما بشيلها ولا بحب أشيلها، ممكن أوسعها بس إني أشيلها بالطريقة اللي بتنشال يعني الشائع كيف بشيلوه أنا ما بحب صراحة. ليش؟ بحس إنه الإظفر إذا نشال مرة ومرتين وثلاثة كأنه بصير الجلد كأنها داخلية، يعني بتصير كأنه في إشي تحت الإظفر يعني بين الجلد والإظفر لجوا، هذا الإشي صعب أنا أوصله. وهو فعلاً بتجمع كتير إشياء جوا، إن كان فطريات أو كان بكتير أي شيء.
أنا بالنسبة لي من الخطوات اللي أشوفها دائما قبل وضع الأظافر الاصطناعية اللي هو البافينج أو اللي هو خدش سطح الأظفر، وأيضا يعني أشياء يعني جدا صعبة على الظفر، وإذا ما سوت الخبيرة هذه الخطوات ممكن الأظفر بسهولة أن ينزع. إذا لابد من تدمير الظفر سبت أن نحط أظافر اصطناعية، هل هذا الشيء صحيح؟ لا، هلأ شوفي كيف صار، هلأ صارت الطريقة التاء الجديدة ما أخدش الأظفر أو أعمل له يعني برد كتير، لا صرت أبرد الإكستنشن بدل ما أبرد هذا ويا الجلكس. هذا بالجلكس. هلأ الجلكس هي عبارة عن جل إكستنشن بس بيكون جاهز بس مش بلاستيك، فهمت؟ ما بيتركب على الاطفر بالجلو، يعني اذا بدي احطه مع الجلو ما بيتركب ابدا، في له ماده معينه بتكون كتير خفيفه على الاطفر، فهاي الماده لما بدي اثبت الاكستنشن بالاطفر لا انا يعني بخشن الاكستنشن ما بخشن الاطفر كثير. كم يدوم اذا الماده خفيفه الماده اللاصقه؟ كم يدوم؟ بتكون هاي من 3 أسابيع لشهر. هلا هي بتضل بس في عندي يعني مرحلتين او شغلتين البنات بحبوها، شغله انه من تيجيكي واحده بتحكي لك بدي 10 أيام شهر بعدين بدي اشيل، اللي هي مش كل مره بحبه، في ناس بحبوه دائم. هلا الموضوع الدائم انا بالنسبه لي للبنات اللي بياكلوا اظافرهم، هلا كثير بنات بيمسكوا بياكلوا بس لما بيكون عليهم اكستنشن لا ما بياكلوهم. هلا بالنسبه لشيء اسمه دائم مش معناها انه بيضلوا على الاظافر ما بينشالوا، لا بس كل شهر، لانه الاظفر الطبيعي لما بيطول بده يصير فيه فراغ، فاحنا بطريقه معينه بنعبي هذا الفراغ وبنقصر الطول عشان يضلوا عشان يضلوا نفس الطول اللي هي بدها اياه. زين انا اشوف سيدات كثيرات يعني يستخدموا الاكستنشن لسنوات من دون نزعه ابدا. ففي هذه الحالة أو حتى إذا السيدة استخدمتها لمدة 2-3 شهور وحتى لو الخبيرة سوت الخطوات الصحيحة ودوم سارت للخبيرة سبت أن تزيل الإكستنشن يحدث ترقق لطبقة الأظفر. نعم. إذا كيف ما كان المادة لابد من حدوث ضرر للظفر. هلأ شوفي أنا أحكي لك شغلة، هلأ أنا بالنسبة لي الأظفر الخارجي يعني بيكون نسبة العناية فيه اقل بكثير من نسبة العناية الداخلية، اني اشرب الفيتامينات اكلس ليطلع الاظفر صح ليصير عندي نمو. في بنات كثير عندي اظافرهم ما بينمو، ليش؟ لانها عندها خلل داخلي، ان هي ما عندها يعني المقومات انه الاظافر تطول او الشعر يطول، عرفتي انت كيف؟ فبصير عندي هنا لا انا بحاول قدر الامكان اني ما اتعب الاظفر الخارجي لانه اصلا هي ما بيطول اظافرها، عرفتي كيف؟ انا بمجرد ما احط اظافر الاكستنشن على اظفرها للشهر الجاي بكون عارفه نمو اظافرها كم. زي هاي صادفتي مثلا لا هاي صادفتي مثلا حد من السيدات اللي هم مثلا ممكن حدث ضرر كبير لأظافرها او جدا رقيقة طبقة الأظفر ويت وقالت تبى اكستنشن بتسوي لها اكستنشن؟ لا يعني انا مرة صارت معي اجت واحدة عاملة أظافرها برا بصالون معين واجت قالت لي انه هنادي عندي عرس بكرة بعد بكرة فانا بدي اشيل الأظافر وبدي ارجع احط أظافر ثانية. فلما شلت لها الاكستنشن اللي هي كانت حاطته لانها حاطته غلط، المواد للأسف بحكي إنهم هم بيحاولوا يشوفوا يعني أقل جودة وليس الأفضل. إذن السعر أيضا يعكس جودة المنتوجات اللي تنحط للأظافر الاصطناعية 100%. لازم تكون أنا أعرف شو الماتيريال اللي بدي أحطه على الإظفر، مش أنا أسترخص عشان أشوف هذا أرخص، لا أنا حكيت لك هاي. المهم لما شلت لها الأظافر كانوا عندها 4 أو 5 أظافر كانوا لونهم أخضر اللي هو اللي هو الفطريات الفطرية. وبالتالي بنسأل دكتورة ألمى، هل بالفعل سؤالين، إن بداية موضوع إن في سيدات ما عندهم نمو طبيعي للأظافر صحيح أم لا؟ طبعاً هي هذا مثل ما قالت بيلعب الموضوع الداخلي أحياناً بطول الأظافر. هلا نحن بشكل عام الأظافر ما بتطول كتير، الناس بفكر إنه بتطول بسرعة، هي بتطول جزء كتير مليمتر يعني 0.1 مليمتر باليوم، فإنه بالشهر بده يطول 3 مليمتر ضفر الإيد،
وبالرجل بده يطول 1 ملليمتر بالشهر، فهو مش مسافة يعني إنه طول كبير. فيعني حتى نحن بنقول للمريض إذا الضفر بالإيد بده لحتى يتبدل بده 6 شهور كاملين ليطلع ضفر جديد، ونفس الشيء بالأظافر الرجلين لأنه هي مدة أطول فبيحتاج 12 شهر ليطلع ضفر جديد. سنة فهي كاملة. فهي الناس بتفكر إنه الضفر رح ينمو بسرعة، هو هذا الرينج تبع نمو الأظافر. كمان كتير بيتأثر بالعمر، يعني نحن صبايا أصغر بالعمر ما رح يكون مثل نحن ما أكبر. بيتأثر كمان بنقص الحديد، في ناس بتفكر انه نقص الكالسيوم بس لا، هو اكثر الحديد، فيتامين د، الكلس، كلكم ممكن يلعب دور. قصور الغده الدرقيه كمان بيقلل من الاستقلاب فبيقلل بالتالي من طول الاظافر. نعم. ففي كثير مشاكل داخليه، نحن دائما بنشوف نعمل تحاليل دم للمريض لنقدر نعرف شو السبب اللي اذا في مشكله كثير انه الاظفر ابدا ما عم يطول. اذا الحل ليس الاظافر الاصطناعيه وانما معرفه شو سبب هلا نحن البطء نمو الاظفر. يعني نحن ما بنعرف انه مثلا نحن كثير بيجينا المريض عنده مشاكل جلديه او بالاظافر او بالشعر، نقدر نشخصه انه عنده قصور درق، عنده امراض فقر دم. فهي نحن لازم نعالج السبب الداخلي. هي دائما يعني الشعر والاظافر جزء كثير حساس من الجسم، فهو لما بيكون في نقص حديد دائما بيكون للاعضاء المهمه، للقلب، للرئتين، فاللي بيضعفوا هن الشعر والاظافر الصراحه. يعني اول انذار بيكون مثل ما قلتي اول انذار ان سبت الواحد يعرف ان في شيء غلط في الجسم، الجسم ليس متوازن. نعم، يعني في كثير حالات مشخصه قصور درق هن جايين بس لانه في عندهم علامات على الجلد او الاظافر. هي بالنوع الطول تبع الضفر. هلا ممكن يسبب احيانا الوضع الاظافر او الاكستنشن او الالوان انه تصبغات بالاظافر. هي بيجونا الناس بدهم يعرفوا انه هاي فطريات ولا لا. هلا ممكن في حالات يكون تصبغات بتكون ناجمه عن المواد الكيميائيه المستخدمه. اذا كان الضفر ايه فممكن تندخل يصير في مثل التاتو، يعني يكون لون بقلب الضفر. فهي نحن بنقول للمريض انه يراقبها، المفروض انه مع نمو الضفر السليم هذا اللون يختفي. اما اذا كان موجود على اطراف الاصابع لون مثل قشرة صفراء، نز لون أخضر، بيكون في مثل قيح يعني موجود على الضفر، هون بيكون لا في التهاب حاد بكتيري. وممكن يكون ما في بدون قيح، من دون نز أحمر، بس عفوا احمرار، بيكون هذا التهاب مزمن. هدول الالتهابات الجرثومية كمان هدول بيغيروا بلون الأظافر. اللون اللي بيكون بلون أخضر هذا بيكون بكتيريا اسمها الزوائف الزنجارية، فبتعمل لي لون أخضر. كمان هذا كل حالة طبية في إلها علاج، إما بالمعقمات الموضعية أو بالحبوب. يعني في كتير حالات إنه نحن لازم نأخذ الأنتيبيوتيك أورال، يعني موصف الطبيب. فأحيانا كتير حتى لو عقبنا الأظفر بالأشياء الموضعية ما بتكون كافية. يعني كل حالة لها علاج خاص فيها، ولكن دائما هنالك علاج. يعني ما في حالات مثلا معينة ما لها علاج والضرر دائم ولا يمكن العودة للأظفر الصحي، كله ان شاء الله بيتعالج. صح، الاكزيما هي اصلا حاله بتكون موجوده عند ربات المنازل. فهن لما بدهم يروحوا ليعملوا اظافرهم رح يلاقوا خبيرات التجميل انه الضفر ما فيه جليده اصلا. يعني تكون بسبب استخدام المي الكثير الجلد يعني شوي ضعيف حول الضفر. فهي الاحسن انه لازم ربات البيوت يعالجوا الاكزيما اللي موجوده اصلا تكون عندهم بشكل وراثي، بعدين يروحوا يعملوا الاكستنشن او المناكير. فهو نحن لازم نحافظ اول شيء على صحه الضفر، وممكن اي شيء نقدر نسوي تجميلي ما ياثر على صحتنا. بالضبط، مرات حتى بتجيني يعني زبوني بتحكي لي هنادي بمجرد ما احط اي شيء على الاظفر بحسوا بحرقه في حرقه في بصير هيجان. يعني نعم، هي حوالين الاظفر مش على الاظفر. صح، هي هي نحن حالات بنقول الرجيك رياكشن، يعني حالات ممكن يكون حساسية. عندها حساسيه. ايوه، اذا هل ايضا النوع او اللون او حتى نوع الاسيتون او مزيل طلاء الاظافر ممكن ان الواحد يتحسس منه او له انواع لازم ننتبه لها؟ نحن حتى بنقول الحساسيه عندنا بالجلد مو بس على الاظافر او حالين الضفر، في كثير حالات بيكون عندهم اكزيما على جفون عينهم، فممكن تكون هي بتستخدم اسيتون بالبيت مو بس على الضفر، على كل الاصبع مثلا بالقطن اللي بيحطوه مثلا على كل الاصبع. ممكن ترجع بعدين احنا كثير بنلمس يعني وشنا الجفون فبصير عندنا كمان اكزيما جلديه، يعني مو بس الاكزيما حوالين الاظافر. في ناس عندهم حساسيه تنفسيه ممكن تصيبهم، ف
فيعني اللي عنده مشاكل نحن بنقول لها هي اتوبيك سكن ممكن ينصابوا باكزيما اذا استخدموا الاسيتون على كامل الاصبع، فهو لازم بس يمسح على الظفر بس. زي دكتورة ألمى في النهاية، هل هنالك بنسمع عن منتجات اللي هي طلاء الأظافر لقوي الأظافر أو فيتامينات معينة تقوي الأظافر، هل بالفعل هي صحيحة؟ لا ممكن تكون صحيحة مثل ما حكينا إذا كان الجسم أصلاً سليم، يعني ما في عند المرأة أو الرجل، لأنه كمان بيجونا الرجال عنده مشاكل أظافر، ما في مشكلة التهاب، ما في مشكلة نقص حديد، فهي ممكن يستخدموها بشكل يعني عادي. بس نحن اللي بيهمنا بالأظافر هو الترطيب. في كتير نساء بتحط كريم مرطب على إيدها وبتنسى ترطب الأظافر، فهو نحن بالنسبة لنا جلدياً الظفر هو جزء من الجلد، فلازم نحط كريم ترطيب، حتى كريمات البازلين على الأظافر، على الأظافر، فهي جميل. بترطب، بتخلي ما يكون في شقوق صغيرة، وبالتالي ما بينصاب بالظفر بأي مرض. وفي النهاية أيضا هنادي، شو تنصحين كل وحدة مثلا مهتمة أو الحين تسوي الأظافر الاصطناعية؟ يعني أنا بنصحها إنها ما تضلها دائم عليها، يعني تشيل وتحط وتريح أظافرها وترجع تحط مرة تانية يعني. وفترة اللي هي شايل الأظافر الصناعية إنها تعمل إشياء خلطات بيتية اللي هو الثوم، زيت الزيتون، الليمون، كل فترة إنها هيك، هذا إشي تقوية خارجية أو للأظافر يعني. بلس إنه بحس إنه الليمون إذا ضلينا نفركهم بالأظافر بحس إنه تعقيم وبيعطي لمعة وبيعطي قوة للأظافر. هاي أنا عم بحكي خارجي خارج للإظفر الخارجي. أما الأشياء الداخلية زي ما حكت الدكتورة ألمى إنها تهتم بالفيتامينات والحديد وهاي الشيء والترطيب، بس إنه ما تحطهم يعني لكل شيء، تحطهم بمناسبات إلا إذا هي مثلا أظافرها أصلا مش حلوين وهي عندها عقدة من الأظافر. كتير بنات عندي هاي الشيء، أو إنها هي بتاكل أظافرها. هلأ بنات اللي بياكلوا أظافرهم فعلياً اتغيرت حياتهم، حتى لو شالوا الأظافر ما رجعوا ياكلوا أظافرهم، أنا قاعد فترة طويلة. شكراً جزيلاً هنادي، وشكراً دكتورة ألمى، شرفتونا اليوم في استوديو الظفرة وسعدنا بهذا الحوار. حبيبتي.